اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من اعتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب المسلمين أجمعين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.